أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء بهذا اللهم إني أسألك بهذا المكان الشريف أو بهذه الساعة الشريفة أو بهذه الليلة الشريفة، هل هذا دعاء مباح؟ إذا كان المكان شريف، مثلا في المسجد الحرام، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في المسجد الأقصى، في عرفة، في منى، في مزدلفة، في منى، فهذا نعم، هذا تسأل الله في هذا المكان إن الله يتقبل منك وأن الله يغفر لك. والشيء الثاني وشو؟ نقول الساعة الشريفة. نعم، وهذا الوقت وقت الإجابة، السحر، في وقت السحر، في وأنت ساجد بين يدي الله. نعم، هذا عمل تتوسل به إلى الله جل وعلا. نعم.